فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي نحكيو على نادي رياضي صفاقسي ومغادرة واحد من أهم اللاعبين في الفريق نحو تجربة بحرينية. تقريبا بعد شوية باش ياخو الطيارة أيمن الحظي، نحكيو على لاعب الفريق في اتجاه البحرين. أيمن معنا بالتليفون. أيمن أهلا بيك. أهلا خويا سلام، صباح لاباس؟ الحمد لله، شنو الأمور؟ والله الحمد لله خويا، الحمد لله. دونك مشكور أيمن على تدخلك معنا قبل تقريبا لحظات من إقلاع الطيارة نتاعك ماشي في اتجاه البحرين، وكنت حدثنا أكثر على التجربة الجديدة هذه. والله تجربة جديدة والتجربة في الاحتراف بالنسبة لي أنا، معناتها إن شاء الله ربي يوفقني وإن شاء الله معناتها نقدم وجه باهي للاعب التونسي في البحرين إن شاء الله. كيفاش تمت الأمور؟ كيفاش تم الاتصال بك؟ والله معناتها جاني تليفون من وكيل اعمال، معناتها ديريكت خلاني باتصال مع رئيس النادي، حكينا في كل شيء. معناتها عندهم بروجي مهم، فريق يحب يهز الكروات، يحب يلعب على الوجهات كل سنة. معناتها نتصور التجربه باهيه واقنعني البروجي نتاعهم، سواء معناتها سبورتيف ولا في المجال الكل. ان شاء الله ربي معايا وان شاء الله ربي يوفقني. تفاجئنا شويه كانه بالوجهه نتاعك، كنا نستناو عاش بقاء في تونس، عاش في فرضيه البقاء في السياسات الساعه كانت مطروحه ولا؟ والله كانت مطروحه، معناتها انا ديجا مسكرت في الباب، قعدت لاخر لحظه نستنى في المسؤولين باش يكلموني، بتاو برشا ما جانيش تليفون. ديجا معناتها كيما ترى معناتها الوضعيه نتاع السياسات معناتها مش معناتها ماهيش ستابل. كيما قلت لك ثاني تليفون تكلموا في اخر لحظه وقت اللي انا ديجا عطيت كلمتي للمسؤولين تاع الفريق البحريني. معناها كلموك وقت اللي انت صاي كملت كل شيء، معناها فهمت معاهم، ما نجمش نجبد بهم في اخر لحظه. ونورمالمون معناها يعرفوك اللي انت في نهايه عقد، ونورمالمون الامور هذه تصير حتى قبل 6 شهور ولا اكثر، ما صارش اتصالات قبل؟ والله صارت شويه، معناتها حكينا في الموضوع ما سكرناهوش، فهمت؟ كل مره نحكيو شويه ما كملناش، وانت تعرف المشاكل اللي قاعده فيها بعد بين الشخصي. نتمنى لهم كل خير وجمعيه كبيره، مش تقف علي انا ولا غيري، ان شاء الله ربي معهم السيزون الجايه وان شاء الله ربي يوفق. بصراحه ايمن الروندمون اللي عملته الموسم الماضي وحتى قبل مع سي اس اس، خليني نقولها لك ديريكت، معناها كنت تستاهل خير معناها من بطوله البحرين ولا من الفريق هذا ولا؟ والله كل واحد كيفاش يشوف. معناتها انا البروجي اقنعني الحقيقه، ما حبيتش نمشي لمصر ولا لاي دوري اخر مع فريق معناتها متوسط ولا يلعب على السقوط. معناتها نتصور انه هذا اختيار، معناتها ان شاء الله ربي يوفقني فيه ان شاء الله يكون اختيار الصحيح. العروض كانت منين اخر؟ كانت عندك عروض منين بخلاف البحرين؟ والله ما معناتها فما كلام الحقيقه، معناتها في دول عربيه اخرى. المهم توا سي توا قصد ربي يركز توا في الكيف نتاعو ان شاء الله نحاولوا قدر الامكان. في تونس كانوا فما فرق تحب عليك؟ والله ما نجمش نحكي في حتى شيء الحقيقه، ما دام ما فماش حاجه معناتها ما فماش دي كونترا تحطوا على الطاوله ما نجمش نحكي معك. اي خاطر خرج برشا كلام على الترجي من النوع هذا ولا؟ والله الحقيقه كلام جست كلام وبرد، العباد الكل يحكي معناتها اللي يحب يحكي حاجه يحكي في اسلوب، ما جست قاعده كلام فما حد شيء الحقيقه. سينو شنو هي الاهداف حطيتها في التجربه الجديده في البحرين؟ والله ان شاء الله واحد يعطي الروندمون اللي يشرف اللاعب التونسي غادي، وان شاء الله علاش لا نحققوا الالقاب اللي باش نطمحوا نحققوهم السنه ان شاء الله، معناتها بطوله وكاس والفريق نتاعي توا يلعب اتحاد اسيا، ان شاء الله ربي معنا وان شاء الله نتوفقوا في التجربه هذه ان شاء الله. دونك انت في المطار اليوم تمشي ان شاء الله، غدوه تبدا رسميات ولا مازال شوي؟ والله مازال نمشي اليوم وتو نحكيو بعد. واضح. باهي ما نعطلكش برشا ايمن، اكيد عندك طياره بعد شويه، يعطيك الصحه على كل وبالتوفيق ان شاء الله في التجربه الجديده ليك هذه يا ايمن الحارثي. اوكي عاش خويا الغالي عاش. دونك كان هذا اللاعب السابق لنادي صفاقسي ايمن الحارثي، كنا حكينا على تجربته الجديده في بطوله البحرين مع فريق الخالدي البحريني. ايمن باش يكون في الفريق هذا بعد ما امضى حتى لجوان 2023 عقد موسم وحيد بعد مغادرته للسي اس اس بعد نهايه عقده
منذ التحاقه بالسي اس اس تجربه كانت دامت تقريبا 5 سنين، كان 2017 جاء من جي اس كي اي من الحرزي وبقى حتى 2022 في النادي صفاقسي فريق الخالديه. هذا كان احرز كأس البحرين في الموسم الماضي، بالتالي باش تكون قدام أيمن مشاركة آسيوية إن شاء الله بالتوفيق ليه، وإن شاء الله بالتوفيق لكل لاعبين التوانسة خارج حدود الوطن. موزيكا وبعد مكملين في البلاي في آخر جزء من حصتنا اليوم.